النهارده على سبيل المثال فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني. الرئيس في هذا اللقاء كان واضح جدا في دعم مصر باعتباره رئيس جمهورية مصر العربية لأمن واستقرار العراق الشقيق والاعتزاز بالعلاقات الاستراتيجية لما بين البلدين. أشار فخامة الرئيس إلى ثوابت راسخة للسياسة المصرية تتعلق بمساندة العراق وتقديم الدعم الكامل للشعب العراقي على مختلف الأصعدة، خصوصا فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب وترسيخ الأمن والاستقرار. فخامة الرئيس أكد على حرص مصر على تفعيل وتنويع أطر التعاون الثنائي المشترك في كل المجالات، هي سياسة، اقتصاد، تجارة، ثقافة إلى آخره، والإسراع في تنفيذ مشروعات مشتركة ما بين البلدين وفقا لاحتياجات الشعب العراقي بالطريقة اللي تعزز تكامل ما بين الجانبين، بغداد القاهرة القاهرة بغداد، نحقق بيها أهداف تنموية مشتركة زي ما قال الرئيس لرئيس الوزراء العراقي طبعا. وإحنا مستمرين في مواصلة العمل في إطار آلية التعاون الثلاثي، لو حضرتك تتذكر أتمنى ما تكونش نسيت، ما بين العراق الأردن ومصر. طيب، من ناحيته رئيس الوزراء العراقي أكد على تقديره للجهود المصرية الدعم للعراق على كل الأصعدة، وأكد حرص بلاده على تعزيز كافة أطر التعاون الثنائي الراسخة ما بين مصر والعراق، وكمان استطلاع آليات دفعها لأفاق أكثر رحابة والاستفادة من الكفاءة المصرية في مختلف المجالات. جدير بالذكر بالمناسبة أنه المواطن اللي بيتكلم اللي هو يوسف ده، كنت في العراق مع مجموعة من زملائي الأفاضل في العراق، لسه كنا في شهر 12 اللي فات ده. لازم تشوف العراق مواطنين، والعراق البرلمان، العراق الحكومة، العراق الصحفيين والكتاب بيبصوا ازاي على التجربة المصرية، بيبصوا عليها مش بس بمنتهى الإعجاب، بمنتهى الفخر، وتقلنا كلنا من الجميع احنا عايزين نستلهم هذه التجربة، احنا عاوزين نمشي على نفس الطريق. خلوني هنا اخد معايا على التليفون الدكتور محمد عز العرب، رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. اهلا 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 يا دكتور. اهلا بحضرتك يا استاذ يوسف. ازاي الصحة المحترم؟ الله يخليك يا دكتور. وبعدين حضرتك ايه، انت عارف يعني انا احبك قد الدنيا، وانا اعتبر نفسي تلميذ عجوز ليك يعني. ما تقولش كده. لا، ربنا يخليك يا دكتور. الله يخليك يا دكتور. أهمية التعاون ما بين مصر وما بين العراق دي مفهومة، لكن أهمية هذه الزيارة في هذا التوقيت أو هذا اللقاء في هذا التوقيت، يعني في رسائل عديدة من الجانب المصري ومن الجانب العراقي بتعكسها زيارة السيد محمد شياع السوداني إلى مصر ولقائه به فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء وبعض المسؤولين المصريين. النقطة الأولى، نحن نتحدث عن محاولات مستمرة من جانب القاهرة لعودة العراق إلى محيطه العربي. وهنا أحب أن أؤكد أن هذه الزيارة بطاقة بعد مرور عقدين من الزمن على احتلال العراق وغزو، وإن الدول العربية بقيادة مصر بتصحح خطأ ارتكبته الدول العربية عندما ابتعدت على العراق، فكانت النتيجة المنطقية أن قامت أحد القوى الإقليمية بمحاولة ملء هذا الفراغ. وبالتالي تحاول مصر في هذا السياق إن هي تعيد العراق إلى محيطه العربي. ولذلك أنا بشكر حضرتك في إشارتك لأن سيادة الرئيس كان بيتكلم حوالين العلاقة مع العراق وفق الآلية الثلاثية. أيوه. لأن إحنا لفترة طويلة من الزمن كنا تملي بنركز في محاولاتنا لتعزيز العلاقات العربية اللي إحنا نعملها بشكل كلي، يعني لا إما نندمج كلنا لا إما التجربة مش هتنتهي. صح. أعتقد إن هذه التجربة تعثرت على مدى عقود. بدأ الإدراك المصري
يسير في الاتجاه الواقعي منذ عدة سنوات، وبنركز على المزايا النسبية اللي بتجمع عدة دول مع بعضها، يعني مصر، العراق، الأردن، وخاصة إن كان لدينا تجربة يعني منذ عدة سنوات أو عدة عقود، لكن بنحاول تملي مش استنساخ التجربة بقى يا أستاذ يوسف، تجديد التجربة على أسس مختلفة. يعني طبقا للخصوصية العراقية مثلا. النقطة الثانية اللي بتجعل هذه الزيارة بهذا التوقيت مهم، وهي الرغبة العراقية للتعامل بشكل دقيق مع الخصوصية المصرية في مرحلة إعادة البناء. يعني احنا دلوقتي بنتكلم على دولة زي العراق بتتكلم حوالين إعادة البناء على أسس جديدة. وما نيجي نشوف الخبرة المصرية في عدة ركائز يا أستاذ يوسف، أيوه، فيما يتعلق مكافحة الفساد، مواجهة الإرهاب العابر للحدود، تعزيز الخدمات المقدمة للمواطن، تعزيز الشفافية وكسب الثقة ما بين القيادة السياسية وما بين المجتمع، تعزيز مؤسسات الدولة الوطنية المختلفة، سواء كانت المؤسسات الصلبة اللي هي المؤسسات الأمنية طبعا، المؤسسة العسكرية، المؤسسة الاستخباراتية، أو المؤسسات الناعمة اللي هي مرتبطة بالوزارات الخدمية المختلفة. ده الكتالوج اللي مصر مشيت عليه، وخاصة وإن مصر لديها تجربة مهمة جدا في مرحلة مش إعادة بناء ذاتها فقط، وإنما إعادة بناء الدول المنهارة وخاصة دول الجوار اللي بتعمله مصر مع ليبيا، واستضافة للمحادثات المختلفة ومحاولات دعم المؤسسات الأمنية والجيش الليبي، قيس بقى على حاجات مختلفة مرتبطة بال يعني اللي بيعزز برضه علاقات مصر والعراق، البعد الاقتصادي اللي هيخلي دور مصر من خلال القطاع الحكومي أو القطاع الخاص المرتبط بشركات البناء والتعمير والإنشاءات والمقاولات، لأن العراق في بعض المناطق اللي كان مسيطر عليها التنظيمات الإرهابية والجماعات المتطرفة زي داعش على مدى 3 سنوات بتحول مصر عبر سواعد أبنائها إن هي تقوم بإعادة بناء العراق، إنه طول الوقت مصر ورؤيتها للعراق واحدة من القوة العربية الرئيسية اللي كانت داعمة للنظام العربي، لكن لأسباب مختلفة قالت ما كان فيه. طيب هنا دكتور مهم عندي ان انا افهم منك مدى واقعية الحراك السياسي المصري او التحرك السياسي المصري تحديدا في اطار تبينات احيانا في وجهات نظر المجموعة العربية لو صح الكلام، والتبينات طبيعية، يعني اي بلد في الدنيا الاتحاد الاوروبي عنده تبينات ما بين حكوماته وما بين دوله، فمرونة او لا هي الاثنين، المرونة وواقعية التحرك السياسي المصري. هقول لك على حاجة، يعني أنا اشتغلت على خطب السيد رئيس الجمهورية يعني منذ وصوله للحكم في يونيو 2014. شوف مصر عندها قدرة للتعايش مع الاختلافات، بل والتعايش مع المصالح الناقصة مع كل الدول العربية بما فيها الدول الشقيقة. يعني لا تتخيل يا أستاذ يوسف أن أنت بتصل لتطابق، ده مش هتلاقيه موجود مش ما بين مصر ودول عربية، استحالة، مش هتلاقيه ما بين أي دولة ما بينها وما بين بعضها. ما بحالك بقى دول لديها تصورات ورؤى مختلفة من جانب قيادتها السياسية وقضايا إقليمية وتطورات دولية تتسم بسيولة شديدة، وحالة تحركات بتحصل بشكل مش هقول بشكل يومي بشكل لحظي. وبالتالي اولا هناك ادراك من جانب القيادة السياسية اولا بان الاختلاف هو سنة السياسة طبعا، يعني الشيء الثابت في السياسة هو التغير مش الثبات، والاختلاف مش التوافق، ويظل المحدد الاساسي ازاي اللي انا بدير خلافي. يعني مثلا بيحصل طوال الوقت خلافات ما بين مصر والسعودية، ما بين السعودية والإمارات،
كان ما بيننا وما بين قطر، ما بيننا وما بين تركيا، ما بين السعوديه وما بين ايران، ما بين امريكا وما بين اسرائيل، كل دول في ما بين الخلافات دي كلها اختلافات وجهات نظر. طبعا لان القضايا قضايا كتيره، وبعدين انت ممكن بتتوافق مع طرف في قضيه دلوقتي لكن بعد كده اهو بتبقى موجود اختلاف او العكس. المهم في هذا السياق يا استاذ يوسف اللي انت عندك يعني في محدد حاكم ليك، المحدد الاولاني بالنسبه لمصر المصلحه الوطنيه المصري، حلو، اللي هي في قضايا ما تقدرش تمس فيها الامن القومي، ان في مصالح انت بتحاول تحافظ عليها طول الوقت. يعني لما تيجي تشوف زيارات سيد رئيس الجمهوريه في الخارج ايا كان المنطقه اللي هو بيزورها والاقليم اللي بيتحرك ليه، اسيا، افريقيا، اوروبا، امريكا، تلاقي ان في اجتماع مع ممثلي جمعيات رجال الاعمال، مع شركات متعدده الجنسيات، مع كبرى ممثلي القطاع الخاص، لانك انت عايز توظف السياسه لتعزيز المصالح الاقتصاديه. وفي الزياره اللي احنا بنشوفها للسيد محمد شاه السوداني جزء منها زي اللي انت تغرق فيها لمكاسب يعني مصريه وفي نفس الوقت منافع اقتصاديه عراقيه. انا كنت في زياره للعراق منذ عده سنوات وكان هناك طلب بشكل محدد على الدور المصري، لان في هناك لان الكتالوج الحاكم للسياسه المصريه اللي هو قايم حوالين تعزيز بنى الدول الوطنيه، مكافحه الارهاب، التصدي للكيانات ما دون الدوله اللي هي بتحاول تقدم نفسها كمشروع موازي، مكافحه القضايا الفساد واهدار المال العام، بص بقى الاهم يا استاذ يوسف اللي هي مواجهه عدم التدخل في الشؤون الداخليه. عمر مصر ما تدخلت في شان اي دوله عربيه في اي لحظه من اللحظات، صحيح، سواء في لحظات انتعاش الدور المصري او حتى في لحظات ضعف الدوله اللي هي ممكن انها تتدخل فيها. طول الوقت مصر بتتكلم كده، شوف احنا كنا بنتكلم كده على سوريا، بنتكلم كده على ليبيا، بنتكلم كده عن اليمن، بنتكلم كده عن العراق عمرنا. ولذلك كانت مصر طوال الوقت بتتكلم على هذا السلوك واللي كان موضع توتر في علاقاتنا بالقوى الاقليميه غير العربيه. بالتالي مصر لديها علاقات متوازنه مع كل الدول. كان انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، حتى علاقتنا متوازنه مع الحلفاء ومع الخصوم طول الوقت. عندك توازن لاي مدى العقلانيه لدى القياده طبعا، لانه طول الوقت عندك توازن في قياس العلاقه، ده واحد. اتنين، في عندك واقعية في التعامل مع الأوضاع الراهنة. تلاتة، زي ما ذكرت، هي فكرة الثبات على مجموعة من المبادئ المصرية دي لا نحيد عنها على الإطلاق. وهنا ده ادالنا مصداقية في تحركاتنا داخل دوائرنا الحيوية ومرونة أكتر حتى لفتح دوائر حيوية جديدة. أنا بشكرك جدا جدا دكتور محمد عز العرب، رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بمركز الأهرام للدراسات السياسية. هستأذنكم هنروح لفاصل وتعالوا نرجع بعد الفاصل هنكمل الكلام، وعندنا كلام كتير حلو ومهم. استنونا. السيدة انتصار السيسي، حرم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. بسم الله الرحمن الرحيم. أولاً برحب بيكم، مبسوطة جداً وسعيدة بيكم. نماذج جميلة ومشرفة. في مبادرات كتير يمكن ممكن تكون سمعتوا عنها زي مبادرة دوي ونورة. المبادرات دي بتهدف ان هي توعي الفتيات، تخليها تبقى متمكنة من ان هي تقدر تقف قدام التحديات للمواقف اللي ممكن هي تتعرض لها. احنا فكرنا في العامل النفسي للسيدة الريفية، وده يجي ازاي؟
يجي بإن إحنا نوعيها، نوعيها ونعرفها إزاي هي تعيش حياة كريمة، يبقى عندها وعي وإدراك إزاي تربي ولادها، إزاي تحط في ولادها حب الرياضة، إزاي إن هي تتخذ نظام صحي لولادها. إن البنت لما تيجي ترتبط لازم تتأهل الأول قبل ما ترتبط، تبقى هي عارفة كويس هي إيه هو الزواج، إيه هي مسؤولياته، إزاي تدير بيت، إزاي هي تتعامل مع زوجها، إزاي تتعامل مع طفلها. حاجة كمان إحنا قلنا إن إحنا عايزين الست الريفية تقدر تعمل عمل، نعلمها. نيجي بقى لدور الرائدات. الرائدات بصراحة معانا هم همزة الوصل، لأن إحنا ما نقدرش نلتقي بكل السيدات الريفيات، ففكرنا في فكرة إن إحنا يبقى لينا في كل قرية ناس منها من داخل القرية، يكونوا هم دول الرائدات اللي إحنا بنلتقي بيهم ونشوف مشاكلهم ونسمعها، ولو في إيدينا حل إن إحنا نقدر نحله بنحله مع بعض. مبسوطة بيكم جدا وسعيدة بيكم، ربنا يخليكم. شكرا. كل عام وسيادتك بخير، وخالص الشكر والامتنان لدعمكم الدائم لقضايا المرأة والفتاة المصرية. حظيت مبادرتي نورة ودوي لتمكين فتيات مصر برعايتكم الكريمة العام الماضي، كما حظيت المبادرتين بمتابعتكم الدقيقة الدائمة لهذا الإطار الوطني الهام الذي يأتي في إطار أهم مشروع تنموي تشهده مصر في تاريخها، وهو المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية. وفي هذا السياق فقد تم إطلاق مبادرة دوي للفتيان كما قررت سيادتك، بعد أن أثبتت اختلافها ونجاحها مع الفتيات. الستات ملهمين، مؤثرين، جدعان، مكافحين، صحاب رسالة. مش قلتلكم مش محتاجين يثبتوا أنهم موجودين؟ ببساطة هم نص الدنيا. بنشكر حضرتك جدا وبنرحب بيكي وبنقول لك كل سنه وانت طيبه على الاتاحه الجميله ان احنا نكون قدامك النهارده ونقدر يعني نتكلم عن تجربتنا. فكرت في عمل اول جمعيه متخصصه علميه لذوي الاحتياجات الخاصه في محافظه السويس، جمعيه الصفاء. دلوقتي المركز بيخدم فوق 150 طفل من ذوي الاحتياجات الخاصه، موفر عمل لاكثر من 55 اخصائيه واخصائي مدربين، احنا مدربينهم في المركز. معانا اول مركز متخصص للتدخل المبكر من عمر يوم بشتغل فيه انا وفريق عمل متخصص، بنشتغل مع طفل عمره شهر ونكبر بيه. انا استاذ مخ واعصاب في جامعه عين شمس ومسؤوله عن عياده اعصاب اطفال في الدمرداش وعين شمس التخصصي ومستشفى اطفال مصر للتامين الصحي في السيده زينب. بعالج الاولاد من ذوي القدرات، انا عندي 3 اولاد، يشاء ربنا ان البنت توأم الولد الكبير تبقى من ذوي القدرات. البنت الحمد لله بطله سباحه على الجمهوريه، محققه الاسبوع اللي فات 4 ميداليات، هي اول بنوته دمج في الكونسرفاتوار، وامل ان شاء الله انها تبقى اول مغنيه أوبرا من ذوي القدرات متعددة الإعاقة من مصر بإذن الله، في ظل دعم سيادتكم والدولة لذوي القدرات. أنا دخلت مدارس الصم، أنا في مدرسة الأمل الصم في الزقازيق، دخلت في وسطهم قالوا لي هنعلمك بس تعلمي زي ما نعلمك صح تعلمي الناس صح. بشكر حضرتك جدا جدا جدا، أنت ست جميلة وبنحبك قوي، ست مصرية بسيطة وجدعة وأم. والآن نتشرف بدعوة السيدة انتصار السيسي حرم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتكريم عدد من الأيقونات والنماذج المصرية الملهمة. جميلة اللي بتكافح زيكم، واحنا نفسنا نقول للدنيا كلها ومصر كلها ان في ستات، مش هنقول بألف راجل، لا دي بالدنيا كلها. ربنا يوفقكم ودايما يا رب اسمع عنكم كل خير، وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة رمضان وبمناسبة عيد المرأة، وان شاء الله نتقابل تاني وكلنا نصيب ان شاء الله. كل سنة وانتم طيبين.
احتفالية حلوة وبسيطة ورائعة ومهمة وواقعية، مش يلا بينا نعمل حفلة، لا، يعني في استقصاء وبحث وتفتيش حقيقي عن الملهمات المصريات علشان نطلع أبرز النماذج. خد بالك الملهمات المصريات أو سيدات مصر الحقيقة تقدر تعد فيهم ملايين ملايين من أصحاب أدوار أكتر من عظيمة وملحمية لو حبيت تسميها كده. وهنا هتشوف أنه السيدة انتصار السيسي قرينة فخامة الرئيس التقت بمجموعة من الملهمات في إطار الاحتفاء، وهنا في فرق ما بين الاحتفال والاحتفاء بالملهمات المصريات. سيدة نورة الغزولي أو نورة غزولي وهي إحدى رائدات الأعمال، ويمكن السيدة انتصار السيسي اتكلمت عن الرائدات وقالت دول نماذج مهمة جدا جدا. أهلا بيك يا أستاذة نورة. أهلا بحضرتك. إزاي الصحة؟ كله تمام؟ تمام الحمد لله. عايز نفهم أكتر عن تجربتك بعد إذنك. والله أنا سيدة بسيطة مصرية، انفصلت عن جوزي وكان عندي 3 أولاد منهم طفل معاق، وبس ربنا يعني معايا. مع حضرتك يا فندم. ربنا ما أردش وتوفى من 3 سنين عن عمر 13 سنة بعد رحلة طبعا علاج ومعاه، وبعدين بدأت رسالتي بقى مع أخته وأخوه التانيين، بدأت بقى أفكر إزاي أحسن من معيشتنا من حياتنا، أوصلهم لمستوى كويس رياضيا علميا. اشتغلت، كان يعني عندي تروسيكل، بركب تروسيكل وبشتغل عليه، بلف وبوزع عليه شغل، والحمد لله قدرت ان بنتي دلوقتي تانية كلية تربية رياضية ما شاء الله، ابني تانية اعدادي كلهم بيلعبوا رياضة الحمد لله، ومكملة الحمد لله. الحمد لله وبإذن الله مكملة بمنتهى النجاح، وهتشوفيهم أحسن ولاد في الدنيا وهيبقوا فخورين بيكي فخر مذهل، يعني إذا كان مصر كلها فرحانة باللي عملتيه يعني. الحمد. يجي يمكن في بالي سؤال كده، إنه إمتى اتبلغتي إنه حضرتك هتروحي، أو مش بالظبط إمتى، يعني اتبلغتي إزاي وكان رد فعلك إزاي إنه عرفتي إنه حضرتك واحدة من المكرمات في هذا الاحتفاء؟ والله يا أستاذ يوسف أنا الوحيدة في بني سويف اللي اتكرمت من سيدة مصر الأولى دكتور الرئيس عبد الفتاح السيسي دكتور هانم، ست رائعة صراحة. صحيح جدا جدا. نعم جدا جدا فوق ما تتخيل. أنا كان يعني بلغت يوم الخميس تقريبا الساعة 5 أو 6، قالوا لي بكرة المفترض إن أنت هتكوني الساعة 1 في مصر علشان في تكريم في دنيا، فاهم كل حاجة بسرعة، حرم الرئيس عبد الفتاح السيسي هتكرمك. إيه ده؟ معقولة؟ ما كنتش مصدقة. مش على البال. لا خالص متوقع الموضوع. ده كان المجلس القومي للمرأة هو اللي خطأ، فقلت تمام هو المفترض يعني ان هم اللي هيكرموني، بس هم يعني حبوا يجملوني او بس لما رحت ولقيت الموضوع لا، لحد ما نادوا عليا وقالوا لي هانم عايزة تكلمك وجها لوجه، يعني وانت قاعده معاها كده تقعدي وتتكلمي وتقولي كل اللي انت عايزاه براحتك. فدخلت واتكلمت عليها، يعني هاني جميله 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 في كل حاجه، راقيه متواضعه، كنت مبسوطه.
حسيت ان انا كل متطلباتي في الحياه عملتها. ست بسيطه جدا. قعدت معاها عشان تسمعني، هي جايه تسمعني انا. هايل. كل الشكر كل الشكر كل الشكر لحرم فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الانتصار هانم، يعني شكرا شكرا بجد ليها. طب مدام نور هسألك سؤال بعد إذنك، ولك الحق في إنك تجاوبيه أو هتقولي لا أنا هحتفظ بده لما دار ما بيني وما بين قرينة الرئيس. والسؤال كده واضح، حكيت لها إيه أو قلت لها إيه؟ والله الهانم فاهمة، هي عارفة بتكلم، هي عارفة كل حاجة عني. كويس قوي. يعني انا وانا جاي يعني انا متخيله ان انا لقيتها هي عارفاني وكانها صاحبتي من فتره. رائع. بتتكلم معايا، فما حسيتش ان انا محتاجه اتكلم. انا حسيت ان انا محتاجه اقول لها انت جميله، انت رائعه، انا مبسوطه وسعيده ان انا قدام حضرتك. عارفة كل حاجة عني، بس أنا حكيت لها برضو ظروفي، مشواري مع أولاد، كانت بتسمعني متجاوبة معايا. قلت لها أنا نفسي أحضنك وأبوسك بجد، والله العظيم يا أستاذ يوسف عارف ست جميلة جميلة، الله أكبر عليها، ربنا يحفظها يا رب يا رب يا رب. حاجة فوق ما تتخيل، في ابتسامة كده جميلة. قلت لي طبعا طبعا. ف يعني كان اللقاء جميل جميل، تكريم حلو قوي من الدولة ان تقول لك ان في حد وراك، ان الكل مجتهد نصيب. صح. ان اللي بيعمل وبيجتهد ايا كان مهما كان انسان بسيط جدا، في يوم من الايام هيلاقي في حد بيقول له احنا وراك معاك، مش انت بس اللي بتجري، لا في ناس شايفاك وبتقول لك برافو اجري كمل. فدي حاجه حلوه من الدوله يعني. طبعا طبعا. وكلنا بسطاء يا مدام اسراء، احنا كلنا على باب الله. كل بدأ يا استاذه نور انا اسف، كلنا على باب الله. و و و ومهم قوي انك انت فعلا تفضلي جامده وتكملي المشوار بتاعك وما تتراجعيش ابدا وما تتعبيش، يعني علشان خديها مني كلمه، ولادك هيشيلوكي على راسهم على راسهم، تاكدي من ذلك. انا عارف انا بقول لك ايه، اعتبريني صاحب تجربة ما بشكل أو بآخر، هيشيلوكي على رأسهم وفي عينيهم. أنا بشكرك جدا مدام نورة، وأشكرك جدا على المداخلة، وأشكرك جدا على هذا الوضوح والمباشرة والصراحة. أستاذة نورة غزولي إحدى المكرمات من السيدة انتصار السيسي قرينة فخامة الرئيس. أما السيدة أمال إسماعيل فهي أول ست في مصر تاخد الماجستير وعندها 80 سنة، الله يديها الصحة. طب ليه؟ يعني إيه اللي خلاها تسعى وراء هذا الحلم؟ ده مهم. ترى احنا أستاذة أمال معانا ولا إيه؟ معانا؟ ألو؟ يا أستاذة أمال ازاي حضرتك؟ ايوه يا حبيبي انا معاك يا حبيبي. يا سلام، يا رب يخليكي يا رب ويحبب فيك الدنيا كلها حبيبك مره واحده، يا بختي. طبعا يا بختي يا بختي. اي فرد في شعب مصر حبيبي. الله 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 الله، واحنا كلنا نبقى مبسوطين ان احنا اولادك وحبايبك. واقولهم حبيبي ابني السيسي ده حبيب الكل، وبنت انتصار السيسي. طبعا طبعا طبعا. استاذه امال، ممكن اعرف الحدوته بتاعت حضرتك لحد ما وصلتي لدرجة الماجستير وما قلتيش لا بقى ما العمر جري فمش وقته خلاص؟ لا يا عم، ما دي جزء على فكرة من رسالة الماجستير بتاعتي، ان الانسان طيب النشط فكريا هو اللي بيصنع الدنيا، ثم ان العالم كله بيتجه ناحية الشيخوخ،
لان من ايام توماس مالتوس ما قال الموارد البشر اكتر من الموارد والناس هتاكل بعضها، وبدات الدول الاوروبيه تاخد بالنظريه بتاعته وتحدد الناس المواليد، وفي نفس الوقت الكبار بقى الشباب بقوا كبار وعواجيز. فاليونسكو عملت بقى مبادره التعليم مدى الحياه، ان الناس حتى اللي هيطلعوا معاش ما يترموش كده ويسابوا، لانهم كفاءه، والكفاءه دي اكتر من الفلوس اللي موجوده. يعني اذا قيست بالمال الكفاءه البشريه هتبقى اثمن واجمل. طب ده شيء عظيم جدا. انا معاك يا فندم، بسمعك. ايوه حبيبي بسمعك. أيوة. بسمعك. ايوه طيب قولي لي بقى كملي. ما نهدرش العقول دي خساره. وبعدين ضربنا مثلا ان مثلا لو في واحد محامي او مكتب محاماه او مكتب هندسي او اصحابه بيبقوا انشط واحسن بعد السن المتعارف عليه اللي هو سن الستين مثلا. يبقى اذا نعمل لهم بقى ايه تدريب مدى الحياه اللي هو اليونسكو عاملاه. جميل جدا. خدتي امتى قرار انك هتحصلي على الماجستير؟ طول عمري يا يوسف. طيب ده كلام جميل. كان ايه اللي معطلنا طول الوقت؟ كنت بحب واحد وطلع مجنون زي لا سيد الناس. وبعدين وبعدين ما عاوش عايز مراته تتعلم. يا سيدي نعمل له ايه بقى؟ يعني تتعلم اكاديمي، مش عايز سلم التعليم الاكاديمي. ايوه اقري. العقاد كان بيقرا، مش عارفه مين كان بيقرا. مش شرط ان انت تكتسب ثقافه بالتعليم الاكاديمي. اتعلمي اقري كده. وسمعت كلامه وفضلت قاعده في البيت 38 سنه من غير لا كاني ولا ماني. جم بقى العيال ربنا يخلي امين رب فيهم. وبعدين هو سافر ليبيا، قلت فك بقى انا هاخد شهاده اخد فرصتي. فاخدت دخلت التربيه والتعليم، قلت لهم انا عايز اخد الاعداديه. كانوا بيدوا لنا شهاده صغيره كده اننا منقولين من اولى لثانيه مثلا. فخدتها هناك. ممكن نكمل بدي الاعداديه؟ قالوا لي او يا جماعه ده احنا انا من مواليد 43 والوقت بقينا في 81. قالوا لي وان كنت من 1900 احنا عايزينك. حلو. قالوا لي كملي اوراقك. كملتها ودخلت المدرسه الاعداديه. خدت الاعداديه في سنه واحده لان انا كنت خارجه من تاني اعدادي مثلا. كانت 4 سنين الاول، لكن على ما جيت بقى ادخل كانت بقى 3 سنين. حلو. فانا معايا تانيه، يبقى انا محتاجه سنه واحده. ماشي. خدنا الاعداديه. ايوه. جه بقى حبيبي المجنون من ليبيا، لان خدت الاعداديه من سكات كده بكل لطف كده وذوق زي خدته السهدانه الله يرحمه. بدا يعمل لي باسبور من غير ما اخد بالي. يا شهادة ميلادك فين؟ انا مش عارفه ايه دي احمد على شهادة الميلاد. يعني ما بقتش اسال هو هيعمل فيها ايه يعني. فاديته شهادة الميلاد بيوضب الباسبور يعني عشان ياخد. طيب وليالي يا احمد؟ بعدها بقى 3-4 يلا يا بنت عشان نسافر سوا ليبيا. طب والعيال يا احمد؟ العيال مين؟ انت بنتك الكبيره ما قربت تخلص طب، وابنك الصغير في ثالثه هندسه، وبنتك الثانيه في اولى ثانوي، انت متجوزه اصغر منه. مش معقوله اروح انا بقى اعبي لكم فلوس واجيب من الغربه وانتوا تصرفوا. لا يا ستي تعالي معايا، مش مستعده اتحمل غربتي لوحدي. الله اكبر، دي قصه حب عظيمه دي. ايوه 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 ابني ما شاء الله. وفعلا سمعت كلامه وسافرت معاه. بس والله كنت هموت يا يوسف، بعد كنت هموت. بس يديلك طول العمر، لان بيقولوا فراق الحي اصعب من فراق الميت. يديلك طول العمر الله يكرمك. وبعدين فبقيت ماشيه كان حته من قلبي سايباها في مصر. يوم سافرت معاه بقى كان 4 سنين حلوين قوي في ليبيا برضه. جيت بقى هو مات، كنت عند بنتي هنا في مصر، قاعدين بنتكلم على الاحداث الجاريه يعني. ايوه. فزي ما تقول حاجه من كلامي عجبها
يا ماما ما بتكمليش تعليم ليه؟ بصت لها كده صحت الحلم اللي مات بقى. طلعت العفريت من امه. حلو. تعلم ايه يا بنتي؟ ده انا عندي 68 سنه. قالت لي والقرايه اللي انت كنت قاعده تقراها السنين الطويله راحت فين؟ ما فوخ. يلا يا ماما روحي وقدمي ورقك وخدي السنه. سمعت كلامها؟ وفعلا قدمت ورقي وقبلت تاني اولى وتانيه وتالته ثانوي. سافرنا بقى في بعد كده بقى رحت الكليه الحمد لله. بس وانا بقى فرد كده لقيت حاجه اسمها قسم اجتماع انا ما عنديش عنه ادنى فكره. وقمت بقى معلمه عليه ولقيته حته قسم. يا يوسف يا خراشي مش ممكن، لان حركه المجتمع كله فيه طبعا بناء على النظريه البنائيه الوظيفيه. كل حاجه بقول لك ان النظريه دي بتقول ايه؟ ان المجتمع انساق، نسق اسري، نسق ريفي، نسق مثلا نسق تعليم، انساق بقى. وكل نسق بيشد التاني، واذا وقع نسق المجموعه كلها هتتفركش. واخد بالك؟ فبديت بقى اعرف بقى. وبعدين كان عندنا حبه اساتذه ربنا يكرمهم، كل اللي انا فيه ده بسببهم والله، بهدلهم التكريم ده كله يعني بهدلهم. طبعا بعد ابن السيسي وحبيبتي انتصار بهدلهم برضو اللي انا حصلت عليه ده لاساتذتي، وخصوصا الدكتوره فتحيه الحوت اللي اختارت موضوع رساله الماجستير واصرت عليها ولقيت كلامها صح. هايل. بس خلاص قد الماجستير وبعدين كأصغر طالبة سنها 80 سنة. طب طبعا أحلى طالبة يا سلام. طب وهناخد الدكتوراه ولا إيه؟ إن شاء الله لازم، بس إذا أراد الله وما شاء يفعل. ربنا سبحانه وتعالى يكتب كل الخير وكل الصحة وكل العمر والبركة في العمر. ونتكلم تاني مع درجة الدكتوراه بقى ان شاء الله. ان شاء الله. وساعتها لو انا ربنا مدي لي عمر اجي احضر المناقشه. هتعزميني؟ يلا الحمد لله هعزمك طبعا. يا رب يخليك. ده انا عزمت كل، انا اصلا طلعت ببرامج كتير قبل المناقشه من سنه 2000 من يوم ما خدت الليسانس. وانا بطلع استضافوني ناس كتير، السيد علي مثلا في الحدث. جميل. في اللي هو اسمه مش عارفه البرنامج بتاعه اسمه ايه. انا عارف استاذ سيد طبعا كويس. عمرو عبد الحميد استضافني في تاني طبعا مثلا. دول حظهم احسن مني بقى. محمود سعد باب الخلق. دول حظهم احسن مني. حظهم احسن مني والله. بس انا بقى ايه، هيبقى لي حظ ان انا ان شاء الله هحضر مناقشه الدكتوراه ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. حتى انا دعيتهم قلت لهم مناقشتي هتبقى يوم كذا كذا، ما حدش جه. خلاص بقى براحتهم. أنا جاي. اللي جه بقى اللي سبق كل النبأ بقى. يا بخت اللي سبق. لقيت الدنيا بحالها اتلمت حواليا صحفيين ومراسلين ودنيا ومدان، والحمد لله. الحمد لله. نورتيني. وشرفتيني وأسعدتيني وفرحتيني وعزمتيني. أنا بشكرك جدا 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 أستاذة أمال. كل الشكر ليك الأستاذة أمال إسماعيل، أول مصرية تحصل على درجة الماجستير وفي علم الاجتماع. انت متخيل كم الالهام؟ ومتخيل كم الروح الوثابه والشباب والامل اللي موجوده في الصوت؟ فما بالك بالشخص نفسه لما تقابله. اذا ربنا كاتب لي العمر هحضر الدكتوراه. طيب عايز استقدمكم ناخد ملهمه اخرى. استاذه رشا نبيل بتصمم العاب للاطفال. طب يعني ايه وايه الجديد ويا ترى هي ملهمه ازاي؟ خلونا الأول نرحب بيها على التليفون. أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك. إزيك؟ عاملة إيه؟ كله تمام؟ الحمد لله تمام. احكي لي مصممة ألعاب أطفال إزاي؟ إيه الجديد؟ أنا طبعا جات لي ألو؟ أنا جات لي فكرة طبعا تصنيع لعب الأطفال. أيوة. كان في مشروع قدامي يعني إن أنا كنت بصنع لحد شغل وبساعده في تصنيع العرايس. فجت الفكره من هنا ان انا اجرب لنفسي واشوف هعرف اصنع الحاجه دي وابيعها ولا لا. فاول حاجه فكرت ازاي ان انا اعرف اسوق الشغل ده قبل ما ابدا في التصنيع طبعا.
فنزلت حركة اليهود في النص، بقيت أسأل على دكتور لعب الأطفال وأعرض عليهم من العينات اللي أنا عاملاها. الحمد لله لقيت فيه إقبال وفي ناس عجبها الشغل كتير وشجعوني أنا أكمل. فالحمد لله كملت واشتغلت على التصميمات اللي أنا عملتها، والحمد لله الحمد لله بقيت أعمل مثلا كمية مثلا أول حاجة قليلة وأنزل أبيعها، لقي نفسي توفقت فيها، أعمل موديلات تانية جديدة وأعرض بضع التجار تعجبهم، لحد ما وصلت ان انا عملت بوجي طمطم بتاعت رمضان. وفعلا عملت بوجي طمطم وبرضه عملت اعجاب ناس كثيره. وبعد كده المجلس القومي للمراه شافني على الفيسبوك وشاف شغلي وتم التواصل معايا، وعملت لهم العروسه نوره اللي هي المبادره بتاعت الرئاسه تمكين البنات مصر من العروسه نوره، وان ازاي يبقى هي هدف ليهم في ان هم يفكروا ازاي يشتغلوا، ازاي يتعلموا، ازاي يتعدوا اي صعوبات هم شايفينها، ازاي لما يكبروا بعد كده يعرفوا يبقى لهم دخل ثابت لنفسهم. كبنت بقى انا عملت كل حاجه ممكن تتخيلها، رحت جبت خامات، رحت قصيت، رحت طرزت، رحت سوقت، بعت الحمد لله الشغل بتاعي لحد ما وصلت المجلس القومي للمراه. عملت لهم الفلاحه المصريه، عملت لهم العروسه نوره، عملت لهم الاسكندرانيه، ونزلوني كمدربه كمان في كره حياه كريمه. يعني دربت السيدات بتدربي في برج العرب. ونزلت الفيوم في مركز يوسف الصديق برضه دربت السيدات، وكانت عاجبهم عجبهم الفكره جدا ان ده مشروع بسيط ممكن اي بنت تعمله، بس هو متعب طبعا ولازم اجتهد فيه جامد، فكنت بديله اكتر من هو معايا عشان كده نجح معايا الحمد لله. وطبعا الاستاذه نوران اللي هي مسؤوله عن تنميه مهارات المراه في المجلس القومي للمراه شجعتني وادتني افكار جديده، وعملنا العينة نورة ديت مرة واثنين وثلاثة لحد ما استقرنا على العينة النهائية، والحمد لله صنعت كمية كبيرة للمجلس ونزلنا بها تدريبات في جميع محافظات مصر، وإن شاء الله هنكملين كمان. طيب يعني دي بقت قصتي في التصنيع، والحمد لله ربنا بيوفقني، كله فضل من عند ربنا الحمد لله رب العالمين، إن أنا كنت أجي أعمل العينة أصممها في دماغي، أرسمها على ورق، اروح اجيب الخامات، اروح للخياطه تفصل العينه فتطلع من اول مره بالمستوى ده. فالحمد لله ربنا وفقني ونجحني فيها، وطلعت شغل ليا كمان، وبطلع شغل جميع محافظات مصر بشن، وان شاء الله نفسي بقى كمان اطلع الدول العربيه كلها كمان. دول عربية بس واوروبا والدوليه كمان. أيوة. ينفع ان شاء الله. انا كنت لسه هقول لك يعني ما تحلميش تعملي تصميم لعروسه تبقى نموذج كده معروف عالمي، انت عارفه في انواع كده من العرايس مش هقول اسماء بقى، تلاقيها موجوده في كل حته في الدنيا وبتتباع باسعار تخوف وحاجات زي كده، ما بتفكريش تعملي حاجه زي كده؟ بس انا عامله فعلا شخصيات جديده وحلوه وفي زي نوره طبعا قليله جدا. اي شوفي الاسعار الكبيره اللي انت بتشوفها دي خالص. أنا كان في بالي إنه تحولي نورة دي لعروسة تبقى معروفة في الدنيا كلها، تبقى دي النموذج المصري. ما هي العروسة نورة ديت هي من تصميم المجلس القومي للمرأة. ماشي. ودي حاجة خاصة بيهم هما. ماشي. ما أقدرش إن أنا أعملها لحد تاني. طيب. دي كانت مبادرة الرئاسة لتعليم البنات بقى. يستهدفوا منها إيه حياتهم. لكن انا بقى ممكن اعمل حاجه زي كده لنفسي زي العروسه الباليه. أيوة. زي العروسه الاسكندرانيه، زي بوجي طمطم بتاع رمضان. ممكن اعمل شخصيه ثانيه جديده برضو ان شاء الله، في حاجات كتير قوي في دماغي ان شاء الله هعملها، بس الاول شويه ان انا بطور من شغلي وبطلع في حاجه جديده بتعجب الناس الحمد لله. الله ينور عليكي وربنا يوفقك. اشكرك جداً, جدا 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 على المخ النور والنباهة والإصرار والجدعنة والشطارة. شكرا ليكي جدا 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 أستاذة رشا نبيل مصممة ألعاب وعرائس مصرية. أنت متصور أنه رشا كده لما تقعد على رواقة أو تعمل تصميم يتحول بعد كده إلى عروسة معروفة في كل حتة، كل حتة، كل حتة، مش بس عندنا، كل حتة في مصر، في المنطقة العربية، في أوروبا، أمريكا، أستراليا، الهند، يبقى في عندك نموذج كده. يا سلام. وبالمناسبة هم المصريين يقدروا يعملوا كده جدا، وأكيد أكيد رشا تقدر تعمل كده. طيب وأنا بتكلم على ده خلي بالك إن هذا النوع من الصناعات الإبداعية هو في النهاية خالص لا يبتعد عن اللي اتكلمنا فيه قبل كده لو تفتكر، لما قلت الرئيس دائما ما يوجه بتوطين
صناعة. وقلنا كلمة التوطين يا سادة يا كرام، وبالمناسبة كيفما حتى يراها الرئيس، مش ان انا بصنع الورقة دي، ما الورقة دي بتتصنع بمكنة. السؤال بقى، هو انا بعمل المكنة اللي تصنع لي الورقة؟ لو انا عملت المكنة اللي تصنع لي الورقة يبقى انا كده عندي توطين صناعة، وده اللي عايزه الرئيس. هنا بقى تاخد ده وتروح على صناعة شديدة الأهمية، ودي بيسموها دايما الصناعة المليارية أو صناعة البليون، 1 بليون دولار اندستري، صناعة المليار دولار. ليه؟ لأنها صناعة قائمة على البحث العلمي. أيوة، صناعة الدواء. توطين صناعة الدواء لتأمين صحة المصريين، وعلشان مصر تحتل مكانها الطبيعي في مثل هذه الصناعات والأبحاث. مصر بلد العقول. برنامجنا التاسع وزملائي الأعزاء تجولوا داخل مصنع مستحضرات الأورام، واحد من المصانع التابعة لمصنع إكديما انترناشنال. هيتم الأول مرة تصنيع أدوية الأورام الحديثة، مستحضرات الأورام، بشركة سيديكو والتابعة لشركة أكديما. مصنع أكديما يا سادة هو مصنع من المصانع بتاعة مصر، ملك الدولة المصرية، واحد من أذرعها العظيمة والهامة والمؤثرة لتوفير وتوطين صناعة الدواء. مصر اللي مش عايزة حد يتحكم لا فيك ولا في صحتك. شوف التقرير. هو الحلم طبعا اللي كان موجود عشان نوفر دواء مصري بجودة عالية يبقى متوفر للمريض المصري وللمرضى حوالينا برضك من الدول الشقيقة أو الراغبة في الاستيراد من عندنا. الحلم ده عشان يبقى فيه أمن قومي، لأن ده دواء مهم جدا بيمس حياة المواطنين، ونخف الضغط في نفس الوقت على العملة الصعبة من استيراده، لأن الأدوية دي غالية باهظة الثمن، فبتبقى ضغط على العاهل سواء المريض لو هو هيشتريه مباشر أو عاهل الدولة اللي هي بتوفره له. فاحنا الحمد لله نجحنا دلوقتي ان يبقى عندنا مصنع، وجاري الفتره اللي جايه الانتاج عشان تغطيه السوق المصري بدواء جيد عالي الجوده بسعر متاح للمريض سواء يشتريه مباشر او في المناقصات، هيبقى برضو سعره هيبقى اقل بكتير من سعر الادويه المستورده. احنا عشان طبعا شغالين في مستحضرات اونكولوجي اللي هي مستحضرات علاج الاورام وكده، فالماتيريال الخامات اللي احنا شغالين فيها دي بتبقى خطره على البني ادم اللي شغال وخطر على البيئة، وبرضه عشان نحافظ على الكفاءة والجودة بتاعت الخامات أو بتاعت العملية الإنتاجية اللي احنا شغالين فيها، فانت هتلاقي المصنع هنا مجهز بأعلى التقنيات في مجال صناعة الأونكولوجي. من ناحية ايه؟ من ناحية ان احنا المصنع عندنا مجهز اول حاجه بحاجه اسمها ديسبنسنج ايزوليتور، او هو عمليه الوزن بتاعت الخامات المواد الفعاله للمستحضرات بتتم في معزل تام ما بين البني ادم اللي شغال وما بين العمليه الانتاجيه اللي بيقوم بيها. احنا هنا في معامل الاورام، معامل الرقابه على الجوده. المعامل دي متخصصة بتحليل المواد الخام والمواد الأولية، مواد التعبئة الأولية والمنتج التام الصنع، وكده احنا بنبقى مسيطرين على كل مراحل الإنتاج. فاحنا من أول ما بتبدأ المادة الخام تيجي بنعمل لها كل الاختبارات حسب الدساتير الأوروبية أو الأمريكية، ونتأكد إنها مطابقة للمواصفات، ونفس الوقت بنعمل المواد التعبئة اللي هنعبي فيها المنتج. بعد كده بتدخل هي مراحل التصنيع المختلفة، وبعدين بيطلع لنا المنتج تام الصنع، بنبدأ نعمل له عملية فحص تاني ونحلله ونتأكد من جودته وإنه منتج آمن وسليم ومطابق للمواصفات.
التعامل مع المستحضر بيتطلب ان الموظف او العامل اللي هيتعامل مع البودر يلبس لبس خاص بيه يكون يحمي جميع اجزاء جسمه من الشعر الى القدم، وبيبقى في لبس دبل جوني هو جو الاولاني او لبس الاولاني لو يتعامل مع مباشره مع اي مستحضر بغير البودر. اما يتعامل مع البودر هيدخل هذا القسم او المعمل بيلبس دبل جوني، يعني يلبس لبس تاني فوق اللي هو لبسه جوني تاني ليحميه تماما من التعامل مع البودر اي دست تاثر على صحته. تعالوا نروح للشهر الكريم الفضيل شهر رمضان. اللهم بلغنا رمضان، قولوا إن شاء الله أيام يا جماعة ويقبل علينا هذا الشهر المعظم. استعدادا للشهر الفضيل الكريم افتتاح 67 مسجد في رمضان. خلونا ناخد معانا على التليفون الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف. أهلا بيك دكتور وكل سنة وانت طيب. أهلا بحضرتك يا أستاذ يوسف وبكل السادة المشاهدين، وكل سنة بحضرتك طيب ومصر كلها بخير يا رب. جميعا يا رب، واليومين اللي احنا فيهم دول برضو يبقوا يومين صيام كويسين. لا ده أيام عظيمة، احنا داخلين بكرة كل سنة وحضرتك طيب على ليلة النصف من شعبان، ودي ليلة مباركة وفيها إجابة الدعاء ومحتاجين تضرع وخشوع لربنا. يا رب يتقبل العالمين يا رب. اللهم أمين يا رب يتقبل مننا. 67 مسجد يتم افتتاحهم بمناسبة الشهر الفضيل يا دكتور، فرحنا واشرح لنا. ده 67 مسجد يوم الجمعة اللي جاية بس، يعني على طول كده. احنا على طول كده، احنا كل اسبوع بفضل الله سبحانه وتعالى وفي اطار يعني جهود الدولة المصرية العظيمة للحفاظ على بيوت الله عز وجل، احنا ان شاء الله يوم الجمعة اللي جاي هنفتتح 67 مسجد، منها 61 مسجد جديد احلال وتجديد وست مساجد صيانة وتطوير. يمكن احنا من اول السنة المالية بتاع 2022 من 1/7/2022 حتى الجمعة اللي جاي ان شاء الله هنكون افتتحنا 812 مسجد. الله أكبر. منها 654 مسجد جديد أو إحلال وتجديد و158 مسجد صيانة وتطوير. يمكن إحنا السنة دي بفضل الله سبحانه وتعالى يعني إحنا جهود غير عادية، وإن شاء الله بإذن الله هيكون رمضان غير عادي وغير مسبوق في تاريخ الدولة المصرية. يمكن النهاردة كان في اجتماع مع معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف النهاردة مع قيادات الوزارة والقاهرة الكبرى استعداد للشهر العظيم، وكان فيه إن شاء الله بإذن الله هتبدأ المرحلة الثانية من حملة النظافة والتطهير والتعقيم والصيانة إن شاء الله بإذن الله من يوم الثلاث بعد بكرة إن شاء الله بإذن الله حتى نهاية شهر شعبان، وذلك استعدادا للشهر الكريم. يمكن إحنا عاملين ملتقيات فكرية في على مستوى الجمهورية، عندنا الملتقى الرئيسي في مسجد مولانا الإمام الحسين ده، وفي أكبر يعني من 50 عالم ومفكر وأديب ومثقف، هتبقى فيه إن شاء الله بإذن الله جرعة إيمانية ثقافية معرفية غير عادية إن شاء الله بإذن الله، وكل مديرية فيها ملتقى فكري في مسجد رئيسي جامع. ويمكن أول مرة السنة دي أستاذ يوسف في حاجة اسمها ملتقى الواعظات. حلو. ملتقى الواعظات للسيدات الفضليات ان شاء الله باذن الله في 19 محافظه، والملتقى الرئيسي في القاهره هيكون في مسجد السيده نفيسه رضي الله عنها وارضاها. عشان طيب. يبقى يعني في بعض يعني اراء وفتاوى بتبقى محتاج المراه تسال المراه، هيكون في ملتقى للسيدات الفضليات ان شاء الله باذن الله في شهر رمضان المبارك. طب اديني البشاره على مسجد ستنا السيده زينب. مسجد ستنا السيده زينب احنا يعني عارفين ان العمل فيه على قدم وساق. باذن الله سبحانه وتعالى هديك البشاره باذن الله على مسجد سيدنا الامام عمرو بن العاص باذن حلو. الله سبحانه وتعالى هيكون باذن الله سبحانه وتعالى هيكون ان شاء الله باذن الله صلاه التراويح السنه دي من مسجد سيدنا الامام عمرو بن العاص. الله الله الله. هيكون الافتتاح العظيم الكبير باذن الله سبحانه وتعالى قبل شهر رمضان باذن الله. بعون الله سبحانه وتعالى قبل رمضان.
باذن الله يا فندم، باذن الله ان شاء الله، باذن الله هنصلي صلاه التراويح في مسجد سيدنا عمرو بن العاص هذا العام ان شاء الله. يا عيني يا عيني، كنا زمان بنروح نصلي هناك بقى ايه تهجد العشر الاواخر وليله القدر. انا عايز اقول لحضرتك احنا السنه دي التهجد عندنا اكثر من 10000 مسجد للتهجد، عندنا اكثر من 6000 مسجد للاعتكاف. احنا جرعه ايمانيه غير عاديه وغير مسبوقه. اي حد عايز يصلي بنقول له صلي باتفاق بينه وبين الامام، اللي عايز يطول يطول واللي عايز يقصر يقصر، بس احنا عندنا مبدا دايما التخفيف والتيسير على المصلين، ده الاساس عندنا. ده بخلاف عندنا برنامج ثابت، يعني المنبر الثابت بيننا وبين الازهر الشريف، عندنا 1000 مسجد على مستوى الجمهوريه في المسجد، ده منبر ثابت بعد صلاه العصر يومين في الاسبوع بيبقى فيه امام وواعظ. عندنا سهره رمضانيه بيبقى درس السهرة كده بعد صلاة التراويح إن شاء الله بإذن الله، ده في كل المساجد، ده بخلاف المقارئ الأئمة ومقارئ الجمهور، مقارئ الواعظات، مقارئ كبار القراء. لكن البشرى العظيمة اللي بنزفها من خلال برنامج حضرتك الجميل أن عندنا في مسجد مولانا الإمام الحسين أن صلاة التراويح هيكون فيها كبار قراء، كبار قراء جمهورية مصر العربية، كبار قراء العالم الإسلامي اللي احنا بنسمع عليهم وبنشوفهم في كل يوم، هيكون في حد من السادة القراء كبار القراء هو اللي بيصلي صلاة التراويح في مسجد مولانا الإمام الحسين. يعني أي حد في أي يوم هيروح هيصلي ورا حد من كبار القراء إن شاء الله بإذن الله. الله أكبر، بركاتك يا سيدنا الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضوان الله عليهم. دكتور هشام احنا شكلنا كده يعني هنيجي في إيدك ونروح على مسجد سيدنا عمرو بن العاص بإذن الله، وأكيد أكيد بقى بإذن الله اللهم بلغنا رمضان نصلي معاك مرة هناك تهجد بإذن ربنا سبحانه وتعالى. كل الشكر ليك يا دكتور هشام، كل الشكر لدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف. أدينا خدنا البشارة على مسجد مولانا سيدنا الإمام عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، ويا رب قريب قريب بإذن الله كمان نفتتح مسجد السيدة زينب بنت النبي رضي الله عنها وأرضاها، وصل اللهم على سيدنا محمد. وإحنا بنتكلم على شهر رمضان المبارك وإحنا بنقول اللهم بلغنا رمضان، وأيام تفصلنا عن الشهر الكريم ما بتعزش عن اللي خلقها، الفنانة الكبيرة ست شريفة فاضل الله يرحمها الله يرحمها. ست شريفة فاضل ظهرت أول مرة زمان سنة 1947 في فيلم الأب، وعملت فترة صغيرة في الإذاعة مع مين بقى؟ مع بابا شارو. ده كان قبل ما تتجوز من الفنان الكبير العظيم المبدع سيد بدير. امبارح احنا كنا بنتكلم على 100 سنة على الموسيقار محمد الموجي، فقدم لها أول أغنية. أول أغنية كان اسمها إيه بقى الأغنية دي؟ أمانة ما تسهرني يا بكرة. كانت أغنية عاطفية جميلة، وتميزت بعد كده ست شريفة فاضل الله يرحمها يا رب في القالب اللي تقدر تعتبره قالب مصري حقيقي مفعم بالمصرية، فاتفتحت لها أبواب الشهرة من واسعة. اتعاونت مع الملحن الكبير والمجدد المذهل بالمناسبة الله يرحمه منير مراد، قدم لها بقى مجموعة من الأغاني الحلوة زي حارة السقايين، فلاح، الشيخ مسعود، الليل، آه من الصبر لو حضرتك تتذكر. واشتغلت بعد كده كمان أو اشتغلت قبل كده كمان مع رياض الصنباطي، واشتغلت مع العبقري بليغ حمدي، اشتغلت مع واحد من أروع وأجمل ملحنينا سيد مكاوي، وطبعا محمود الشريف. في السبعينات عملت أغنيتها العظيمة أم البطل، دي كانت من تأليف نبيلة أنديل وألحان موسيقار العبقري علي إسماعيل بعد استشهاد ابنها البطل السيد بدير في حرب الاستنزاف. قدمت حفلات غنائية كتير في كتير من البلدان العربية، تونس ولبنان والكويت وهلم جرة. شاركت
في أفلام زي ما كنا بنتكلم على أغنية حارة السقايين، شاركت في فيلم حارة السقايين، وطبعا سلطانة الطرب منيرة المهدية، تل العقارب، قدمت مسرحيات غنائية، الله يرحمها يا رب ست شريفة فاضل، واحدة كانت من أجمل وأعزب وأحلى الأصوات المصرية. الله يرحمها، ألف رحمة ونور تنزل عليها، الله يرحمها، الله يرحمها. رحم الله فنانة رائعة وعظيمة وعزبة، وشكلت وجدان لأجيال، يمكن يكون من ضمنهم جيل الناس اللي زي حالاتي ونحن على مشارف الخمسين، ست شريفة فاضل. فاصل ونكمل الكلام. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ كله تمام، يا رب تكون كل حاجة بخير وعال العال. واحنا هنتكلم بعد شوية او هنتكلم دلوقتي على مسألة التطوع والمتطوعين، واظنكم يعني خدتوا بالكم انه لما كان الرئيس في محافظة المنيا وافتتاح المشروعات ومبادرة حياة كريمة وما الى ذلك، شفتوا ازاي المتطوعين كانوا بيلعبوا هناك دور مبهر، ودور المتطوعين في حياة كريمة تحديدا وفي حاجات كتير حوالينا مذهل. وانا هرجعك برضو على قبلها، يعني احنا لما كنا في شرم الشيخ كوب 27 او كوب 27 برضو متطوعين. ثقافة التطوع ثقافة تبني امم. خليني بعد اذنك واحنا بنتكلم نتكلم على المشاريع التنموية، نتكلم على حياة كريمة، نتكلم على المتطوعين ودور التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي في هذه المشروعات. طيب، ونتكلم على إزاي المتطوعين لهم دور حقيقي رئيسي أساسي في تغيير المجتمع دائما للأفضل. نرحب بضيفنا العزيز المهندس أحمد موسى، عضو التحالف الوطني والمدير التنفيذي لمؤسسة صناع الحياة. أهلا أهلا أهلا، منور. أهلا وسهلا، إزاي حضرتك؟ إزيك، عامل إيه؟ كله تمام. كله تمام؟ كله تمام. إلى أي مدى كلام الأخ المذيع ده سليم في أنه التطوع ده ثقافة تبني أمم؟ طيب، خليني أقول إن إحنا يعني يمكن حضرتك جيت مع الشخص المظبوط في الموضوع ده، يا بخت. إن صناع الحياة من أول نشأتها وهي الثقافة الأساسية اللي هي بتعتمد عليها هي موضوع المتطوعين، وفكرة التطوع هي الفكرة أو المحرك الرئيسي اللي بيشتغل عليه. يمكن إحنا عمرنا يمكن 18 سنة دلوقتي، طول الوقت ده شغالين الميثودولوجي أو المنهجية اللي إحنا بنشتغل عليها على الأرض خلاف جمعيات كتير، ان هو المتطوع ازاي نفعله وازاي نخلق له فرصة تطوعية ان هو يقوم بحاجات مختلفة جدا. لينا تجارب يمكن في محو الأمية، اشتغلنا على 130 ألف أمي مع شركة من شركات الاتصالات الكبرى. كان لينا تجربة يمكن في فيروس سي، يمكن كان الرئيس عامل مبادرة كبيرة جدا قضينا بيها على فيروس سي. على الأرض بقى كان في متطوعين بيروحوا الكرة ويخبطوا على الأبواب ويعملوا اللي هو التست السريع علشان الناس تروح للعربية اللي مستنية على أول القرية علشان تعمل التحليل أو إن هي تاخد الدواء. فدايما المتطوعين عندنا سياسة كبيرة جدا أو ثقافة كبيرة جدا إحنا بنشتغل بيها في الشغل بتاعنا. الحاجة المهمة جدا إن في الفترة الأخيرة زي ما حضرتك ذكرت بقى في تبني كبير جدا لدور المتطوعين، سواء في الكوب 27، ويمكن احنا بنشرف ان متطوعينا كانوا موجودين هناك في الكوب وساعدنا كتير جدا كمؤسسة بقى في تأهيل الناس اللي موجودة هناك. متطوعين شاركوا في متحف الحضارة لو حضرتك تتذكر ساعة الافتتاح. المتطوعين بقى في التحالف الوطني شكل بقى مختلف خالص. بقينا الفكرة الرئيسية ازاي ان المحور ده بقى محور رئيسي، يعني عندنا قوافل ستر وعافية، نزول على الارض ميداني. مين اللي بيقوم بكل القوافل دي وبينظمها وبيشتغل فيها بشكل كبير جدا؟ هم المتطوعين. في كل قافلة بنوصل ما بين 2000 متطوع بيخدموا أهالينا. احنا وصلنا للقافلة بتاعت ستر وعافية رقم 20، يمكن كانت في المنيا قريب. بينزل المتطوعين الأول يعينوا المكان، يتأكدوا ان المكان مظبوط،
القرية اللي هي ديت هنشتغل فيها بالتنسيق طبعا مع الوزارات المعنية سواء التضامن الاجتماعي أو التنمية المحلية. بنختار المكان ده ما بين شراكة جامدة جدا ما بين مؤسسات المجتمع المدني وما بين المؤسسات اللي هي بتعتمد على المتطوعين بشكل كبير. بننزل تنظيم كامل لدخول الناس وخدمة أهالينا. أمل يعني أمل كبير جدا جدا بنقدمه للناس عن طريق إن إحنا دايما بنعتمد إن المتطوع يبقى بنفس المكان. يعني إحنا في المنيا فمتطوعين المنيا، إحنا في سوهاج فيبقى متطوعين سوهاج. ده بيعمل إيه؟ إن أهلك بتخدمك، يعني مفيش حاجة، يعني هو أخوك أو كتف في كتف زي الحملة اللي إحنا بنتكلم عليها. صح. هو اللي جاي يخدمك وهو اللي جاي يشتغل معك. فدي الفكرة الرئيسية اللي إحنا شغالين عليها. وعايز أقول لحضرتك على حاجة، لما جينا عرضنا عملنا حسبة بسيطة كده ما بين ساعات التطوع، وجدنا ان المتطوعين بتوعنا بنتكلم بقى على التحالف وصلنا ل 251 الف متطوع موسمي، ما يقترب من 75 الف متطوع مستدام. عندنا ايفنت كبير جدا بنحضر له الفتره اللي جايه ان شاء الله، يبقى حاجه يعني في استاد القاهره تبقى يتملى كلها متطوعين سواء من مؤسسه صناع الحياه او من مؤسسات الشريكه اللي شغاله معانا. فلا يعني الدوله متبنيه بشكل كبير جدا جدا موضوع التطوع. زيارات الرئيس هتلاقي حضرتك والرئيس بيعدي على بيفتتح مدارس يعني بتلاقيه بيقف في المنيا، بيقف في سوهاج، بيحيي المتطوعين وبيشكرهم. صحيح. وبقى دي يعني نقطة أساسية إن هو إزاي بيقدر الجهد اللي بيعمله المتطوعين في الشغل كله اللي بيحصل في المجتمع. اهتمام الرئيس بمسألة التطوع وثقافة التطوع شديد الوضوح. هنا هيجي سؤال التاني، طب إلى أي مدى أصبح الشبان ولاد وبنات مصريين عندهم الثقافة دي والإقبال على ده؟ أنا شهادتي مجروحة جدا لأن أنا أصلا متطوع من زمان. أنا من وأنا في الجامعة، يعني أنا يمكن دلوقتي المدير التنفيذي للمؤسسة، ولكن أنا وأنا في تانية جامعة كنت متطوع في صناع الحياة برضو، وكملت السايكل بتاعتي وعملت، أنا مهندس عملت شيفت كارير وبعد كده بقيت موجود في المؤسسة يمكن من 5-6 سنين، لكن طول الوقت اللي فات ده أنا كنت شغال كمتطوع. وأنا مقتنع تماما ببساطة شديدة لو إحنا بنتكلم على ثقافة التطوع، أهم حاجة أنت ما تجيبش متطوعين لازم يبقى في موضوع تجيب عليهم المتطوعين. ما ينفعش تجيب متطوعين كداتا أو ما ينفعش تجيب المتطوعين كتدريب، لا، أنت اخلق الحالة اللي أنت عايز عليها الموضوع، ودي المتطوعين للموضوع ده، دربهم على الموضوع ده، خليهم يتعلموا بالتجربة، اعمل لهم فعاليات يشتغلوا عليها. انا ما بتكلم على محو الاميه اللي احنا اشتغلنا عليها، وبتكلم على 130 الف امي في مؤسسه ما كانتش بالحجم دلوقتي زي دلوقتي وقدرت ان هي تشتغل على 130 الف امي. ليه؟ لان احنا اتبعنا طرق ابواب، بنجيب المتطوع ادخل بنجيب المستفيد ادخل الفصل في الحال، بنعمل اول حصه المتطوع واحنا شغالين بندربه على اول حصه ديت اللي هو الحاجة اللي بتخدم الحكاية نفسها، مش بنجيب المتطوع لمجرد ان احنا جبناه، لا، ده احنا بنركز بشكل كبير جدا جدا ان المتطوع يجي على الموضوع. ولو جه على الموضوع ولقى الموضوع هيصدقنا وهيشتغل. ليه الحاجات اللي بتحصل في حياة كريمة زي ما حضرتك ذكرت، وليه الناس مصدقها، وليه الرئيس بيقدر جدا الموضوع ده؟ لان المتطوعين دول هم اللي اشتغلوا في حياة كريمة، هم سواء في مؤسسات بتاعتنا أو في مؤسسة حياة كريمة أو في مؤسسة صناع الحياة أو كل الجمعيات اللي موجودة في الـ 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 اللي شغالة في التحالف الوطني، قد إيه إن 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 الحاجات اللي هم بيعملوها ديت. إحنا بنينا 1300 بيت منهم أسقف كان المتطوع بيطلع. إحنا بنعتمد برضو فكرة اعمل حاجة بنفسك، يعني غير المقاولين وغير الصناعة وغير وغير، لأ، المتطوع كده لو راح في شغلانة وفضل يدقدق كده على الخشب البسيط اللي هو بيتعمل وعمله، ده بيحصل ايه؟ بيحصل ان هو في اخر اليوم التعب ده هو ده المطلوب، هو بالنسبه له حاسس بالانجاز. بالظبط، يعني احلى نومه السقف بعد ما يخلص، يعني حضرتك بعد ما تخلص السقف والدقدقه ويبقى معاك حد مشرف يبقى واخد انا دايما احنا الامان بتاعنا السيفتي الخوذة الحاجات بتاعتنا، خلصت النوم على السقف وجنبك الأسرة المصرية اللي هي اتعمل لها السقف، دي أحلى نومة أنا نفسي جربتها، أحلى نومة في الحياة. فإحنا ثقافة التطوع موجودة، محتاجين بس إن إحنا نعمل مواضيع، يعني أنا يعني من خلال حضرتك
يعني انا يمكن كان ليا شرف ان انا قلت كلمه امام الرئيس في السنه اللي فاتت، وبعد كده بقى في التحالف، وبعد كده بقى الرئيس مهتم جدا وحضر بنفسه مؤتمر التحالف وكرم يمكن ناس. يمكن انا المثال اللي انا كنت بذكره بتاع فيروس سي، كان معانا شاب اسمه باسل، والده هو باسل الله يرحمه، يعني الرئيس كرم والده في الايفنت بتاع التحالف الوطني، وهو الشخص اللي كان مسؤول عن الحمله بتاعه اللي هي سواء التوعيه ان انتوا روحوا يا جماعه عشان تتعالجوا، او اللي هو التيست او الرابيد تيست اللي كان بيتعمل. فاحنا في مساحه كبيره جدا لثقافه التطوع، لو خلقنا موضوع وليكن محو الاميه، وليكن تنظيم الاسره، وليكن رفع الوعي، وليكن اي موضوع اللي تختاره الدوله اللي احنا نشتغل عليه ويدهولنا، واحنا مسؤولين ان احنا نحققه. واحنا عملنا ده، محو اميه هنمحو الاميه، تنظيم الاسره هنعمل ده ونرفع الوعي، بس يبقى في فاسيلتيز من الدوله وفي اراده، ونوعدكم احنا ان احنا هنعمل الموضوع ان شاء الله. ده انا استاذنك هنروح لفاصل، وعاوز ارجع نكمل الكلام على مساله التطوع، وحاجه برضو جايه في بالي. بره التطوع ملوش عمر. مظبوط. عندك 50 60 70 80 90 قادر على انك تقوم بشيء ما، اهلا وسهلا بيك. مظبوط. هل عندنا كده ولا لا؟ ما تقولش اي حاجه. خلونا نروح للفاصل ونرجع نكمل الكلام. الحديث في الفصل كان مثمر وملهم جدا بالنسبه لي. خلوني الاول اجدد الترحيب بالمهندس احمد موسى، عضو التحالف الوطني والمدير التنفيذي لمؤسسه صناع الحياه. التطوع في مصر ليه عمر ولا زي بلاد بره؟ التطوع في مصر كل حضرتك لو بصيت على، واحنا خدنا تعداد الجمعيات ورؤساء مجلس الاداره فاحنا بنعتبرهم متطوعين. لو انا شفت حضرتك كنت بتكلم استاذه امال من شويه، يعني أنا بشوف اللي هي بتعمله في السن ده والمشاركة بتاعتها، فهي بتعمل بشكل أو بآخر أعمال. إحنا لازم نوسع شوية كلمة التطوع. التطوع ده كل حد بيعمل خير وما بيبقاش قصده بيه منفعة مادية. فلو حطينا المصطلح البسيط ده هنجد إن أنت لو ترجمت لحد ورقة فأنت بتتطوع. لو أنت إحنا كان عندنا حملة كده أيام الكورونا كانت لطيفة جداً، كنا بنقول للناس عدي على البيوت وحط ستيكر اشكر الدكاتره، يعني كانت على جارك، عدي على الجيران وحط ببساطه شديده اشكر جارك الدكتور. عملنا فكره تانية ان انت ممكن وانت اونلاين ومتطوع تمام، ابعت رساله عن طريق السيرفرات بتاعتنا بتاعت المؤسسه للدكاتره كلهم، قول لهم شكرا، حط اسم الدكتور، شكرا كذا كذا، كنا مسمينها ابطال الحكايه. تطوع واسع جدا، ما اعتقدش ان هو مرتبط بعمر. احنا بنتحيز اكتر للشباب، ولكن انا بشوف الميكس اللي بيحصل ما بين الشباب والناس الاكبر سنا والبنات اكتر. على فكره المتطوعين احنا بنتكلم على الملهمات والمراه، فاحنا 69% وبنات وانسات هم اللي شغالين او ناس كبيره. المراه ليها دور كبير جدا جدا في التطوع، ومش عشان هي فاضيه، مش عشان هي فاضي، عشان هي اكتر حد عنده مسؤوليه وكوميتمنت زي ما بيقولوا. هم اكثر اقداما، اشجع بالظبط، اكثر جساره بالظبط. وعلى رايك هم كوميتد. احنا لازم نقول كده برضه. لا هو مش بس عشان احنا ما نقدرش نقول حاجه كده، لكن والله انا بتكلم بجد. يعني انا اشوف ده طول عمري في كل، يعني امي، اختي، مراتي، بنتي. الستات دايما بيبقوا ديفوتد اكتر بالظبط، وبعدين هم اشجع في اتخاذ القرار. انا بحاول اترجم ده تهور. احنا اعقل يا جماعه والله. طبعا ولا اعقل ولا حاجه، احنا كسالى شويه بس. فهنرجع تاني على مساله ثقافه التطوع. وقلت لي لا يا جماعه احنا عم عندناش سن، كل من يستطيع ان يفعل شيء فليقوم بفعله. زمان انا كنت بشرح لك ان انا زمان مثلا انا واختي واصحابنا وتطوعنا، كنا متطوعين سنه 1994 في المؤتمر الدولي للسكان والتنميه. بعد هذا المؤتمر احنا حسينا انه ثقافه التنوع هتبقى، ثقافه التطوع هتبقى شيء خلاص بقى هيبدا يسري وينتشر في المجتمع. لقيناه كبر، بس كبر في اتجاه واحد ضيق، هي فكره اللي احنا بنسميه ايه؟ التطوع في العمل الخيري، مجموعه الجمعيات اللي بتقوم في عمل خيري جيد ورائع وعظيم، بس هو زاويه واحده. مظبوط.
مؤخرا طيب. لقيت الحكاية فيها تنوع مذهل مختلف. احنا ويمكن ده تبني لمؤسسات كتيرة، انا يمكن بمثل صناع الحياة فبتكلم عن ده، لكن في مؤسسات كتيرة معتمدة فكرة التنمية والاستدامة. احنا عندنا المتطوع ليه أكتر من هدف. أول حاجة بيعمل لنا رقابة ذاتية. يعني إيه رقابة ذاتية؟ بحث حالة، وبعد بحث الحالة في متطوعين بيعملوا بحث حالة، متطوعين تانيين بينزلوا يشيكوا على البحث اللي اتعمل ده هل هو مظبوط ولا مش مظبوط، متطوعين تانيين أو تلتين بقى زي ما بيقولوا بينزلوا ينفذوا المشروع المتناهي الصغر وبيفضلوا يتابعوه لمدة سنة كأنها حضانة بتبدأ أن هي تحاول أن هي تشوف المشروع دوت وأن هي تبقى تتأكد وبأداب الزيارة وإزاي نبقى حرمة البيوت. كل الكلام ده احنا زي ما قلت لحضرتك في أول خالص أن احنا بنعلم الشباب بتوعنا إزاي أن هم يعملوا الموضوع على الموضوع، مش تدريب للتدريب، لا احنا هندخل البيت زي الأونجوب تريننج كده بالظبط. هو الأونجوب تريننج ده احنا بنعتبره هو ده الامباورمنت بتاعنا وهو ده الشغل اللي احنا بنعمله. طيب وهو بيعمل كده احنا كمان المتطوعين عندنا بيعملوا كراود فاندنج وبيلموا من النتورك فلوس وتمويل علشان اسرهم وعلشان الخدمات، ده يمكن فريد جدا عندنا. اللي بيحصل في القصه دي ايه؟ ان هو بيبقى حريص فلوس اللي جابها المتطوع دي اهم فلوس عندنا. ليه؟ لان انا جبت للاسره لو سمحت شيك على الاسره واعمل البروسيس بتاعتك ولو هي مستحقه ده تمام حلو. بس لازم تصرف عليها. ففي رقابه ذاتيه بيحصل للمتطوع، في حضانه بيعملها المتطوع للمشروع الاقتصادي او للمشروع الصغير. عندنا بقى فكره يعني طلعناها يمكن من كام سنه ايام الكورونا، ايام ما كنا مش عايزين نعمل التجمعات والكلام ده كله، كنا بنبعت للمحلات بيبقى فيه اللي هو المكن بتاع شركات المدفوعات الالكترونيه بنحول عليه فلوس، الفلوس دي هو بيقدر المستفيد يقدر يصرف منتجات عن طريق الكود الالكتروني. طب هنا فين المتطوع؟ قد يكون في بعض التجار في نوع من التحايل يستغل او يستغل الموضوع يدي للشخص فلوس بدل منتجات والكلام ده كله ويستغل الحاجه بتاعته. بيجي المتطوع سواء ان هو بيدخل بشكل مش معروف يتاكد ان التاجر ده بيصرف مظبوط عن طريق حاجات احنا مديها له او كود الكتروني عشان نضمن انه العمليه رايحه للمستفيد اللي يستحق ده بالظبط. فهنا المتطوع والفكره دي مؤسسات، انا بتكلم انا هنا مش بمثل يمكن صناع الحياه بس، انا بمثل كل مؤسسات التحالف طبعا. احنا بنتكلم على كارت الخير، مؤسسات مصر الخير عاملاه، احنا بنتكلم على كود الكتروني، بنتكلم على كراتين غذائيه كل زمايلنا في التحالف الوطني شغالين عليها. فاحنا بنتكلم على مجموعه من التدخلات الكبيره جدا اللي احنا مع بعض بنعملها وبنشتغل عليها في رمضان او غير رمضان او طول السنه. فهنا المتطوع مش فكره ان هو بتاع الكرتونه ولا المتطوع الخيري بس، طبعا ده جزء احنا بنعمله لاهالينا، زاويه موجوده ومحتاجينها بالظبط، لكن لا ده هو بيشتغل في التنميه، بيشتغل في التنميه المستدامه، بيشتغل في مشروعات متناهيه الصغر، بيشتغل في ازاي ان هو يعمل رقابه بشكل او باخر. وانا تاني بقول ان المتطوع ممكن لو اتعمل له موضوع فيه اراده واضحه لموضوع كبير نشتغل عليه هيحقق نتائج مذهله. كان الرئيس بيتكلم في المؤتمر اللي كان في الامارات كان بيتكلم ان لازم حلول غير تقليديه، حلول متوازيه وغير تقليديه علشان نحل مشاكلنا. وده متناسب جدا جدا مع فكره عشان نعمل اختراق ولا بريك ثرو لازم نعمل حاجات، لو احنا عملنا بيزنس از يوجوال اللي هو كل يوم بنعمله مش هنعمل، لكن ازاي ان انت تروح في مساحه مختلفه بحلول غير تقليديه. لو احنا استنينا على نفس الحلول بنفس الطريقه مش هنحل مشاكل كبيره. لو اخذنا الموضوع بزنس از يوجوال في فيروس سي ما كانش انتهى فيروس سي، لو اخذنا الموضوع بزنس از يوجوال في مشروع حياه كريمه ان احنا ان شاء الله هنبقى ننمي الصعيد، ان شاء الله هنبقى نعمل، ما كانش هيتعمل اللي اتعمل. فالفكره ازاي ان انت تعمل اختراق، عشان تعمل اختراق لازم تعمل طرق غير تقليديه. فانا بقترح طريقه اللي هي المتطوعين، في حد بيقترح طريقه ثانيه اللي هي كذا. فازاي ان احنا ناخد مشروع قومي ونشتغل عليه واحنا هنبقى قد ان احنا نعمله بالمتطوعين وبالرقابه الذاتيه وبالناس اللي بتشتغل في التنميه. مش لازم يكون المتطوع مجرد ان هو بيشتغل في العمل الخيري بس، لا ازاي ان احنا نطور القصه ديت وان يكون بيشتغل في العمل التنموي، عمل المشروعات الصغيره، عمل محو اميه، عمل رفع وعي، ازاي نعمله. ومش بتكلم احنا اصل المتطوع مش هيبقى فيه كوميتمنت، الكلام ده مش حقيقي. لو المتطوع انت لمسته ولقى موضوع حقيقي هيبقى اكتر واحد كوميتمنت لان دي بلده وهيبقى عايز يخدم فيها وعايز يدي الناس امل. احنا كنا في حمله كتف في كتف، كتف في كتف مش مجرد توزيع كراتين او مواد غذائيه،
ده أكيد مهم وأكيد إحنا في حاجة لي، ولكن هي توزيع أمل وتوزيع فرحة. كنا بننزل للناس البسيطة نديلهم فرحة، نديلهم سندويتش، نديلهم حاجة إزاي إن أنت ابتسم عشان تكمل يومك. الحاجات اللي هي كده ساعات بيقولوا، يعني أنا كان في حد مهم يعني شخصية مهم بيتكلم على فكرة إن ساعات توزيع الأمل بيبقى أهم من توزيع اللحمة أو أهم من توزيع المواد الغذائية، فإحنا عايزين نوزع الاثنين إن شاء الله. ده احنا نوزع جدا. شوف انا وانا قاعد عمال بسمعك وانا مبسوط كده وفرحان وفخور، قاعد كل الفكره اللي في بالي محدش هيقدر يشرح فكره ولا يتحمس ليها قد اللي خدها من اولها. بالظبط. فانت زي ما كنت بتحكي بدات كمتطوع وصولا الى المدير التنفيذي للمؤسسه. مظبوط. فانت مفعم عندك الشغف. بالظبط. فانا مبسوط جدا باللي قلته ده انا بفكر اتطوع والله، بتكلم بجد بفكر في شيء ما، قاعد عمال مخي شغال. فانا هدردش بعد شويه بقى مع المهندس احمد موسى. انا عايز اشكرك جدا، نورتنا وشرفتنا حقيقي يعني. شكرا. وادعوكم ادعوكم ادعوكم للتطوع. كل الشكر للمهندس احمد موسى عضو التحالف الوطني والمدير التنفيذي لمؤسسه صناع الحياه. بص يا مولانا اقعد مع الولاد عشان احنا الوقت اتاخر، مفترض ان ولاد حضرتك نايمين دلوقتي، مفترض عموما اقعد مع الولاد وفهمهم انه التطوع هيبنيه، مش بس هو بيبني غيره، ده بيبني نفسه كمان. على العموم هو خلصت الحلقه لحد كده، وبكره ان شاء الله جايات اكتر من رايحات نبقى نكمل الكلام، بس علشان لازم في مره في حياتي اختم في الميعاد وكريم يخش في ميعاده ببرنامجه رقم 10، وها هو هناك يبتسم بابتسامته الساحره المعتاده يدخل عليكم كريم. انا نسيت بالمناسبه يا جماعة صلاح ده، الله أكبر، ده أسطورة، الهداف التاريخي بتاع ليفربول في تاريخ ليفربول، 2 جول 2 أسيست. إيه ده؟ إيه ده؟ مش ممكن. ده كريم هيخش دلوقتي هيصول وهيجول وهيقيم الأفراح والليالي الملاح لصلاح. قصتنا مش ليفربول، قصتنا صلاح. مو صلاح مو صلاح مو صلاح. لو كان لنا العمر نقابلكم بكرة، أعمل أنا بقى حفلتي بس بعد كيمو إن شاء الله، وبرنامجكم التاسعة. سلامات.